هذا هو العرس الساحوري مجددا، وبه نضيء شجرة الحياة، شجرة الفرح العظيم، شجرة الأمل. أمل جديد بميلاد السيد المسيح له المجد. ها هي بيت ساحور تفرح من جديد، ترقص وكلها بالميلاد أناشيد. ها نحن نجتمع اليوم نحتفل بالعيد، عيد من فدى بمجيئه شعبنا. نعم هو الحياة، نعم هو الميلاد، هو الفرح العظيم، له المجد من الآن وإلى الأبد. اقرعوا الأجراس، انهضي اليوم يا بيت ساحور واستقبلي المخلص. نعم اقرعوا الطبول، انفخوا الأبواق، إنه الفرح العظيم الذي بشرتنا به الملائكة. أضيعوا المصابيح ابتهاجا بميلاد المسيح. انهضوا ورددوا معنا المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. Thank you.
شكرا لجميع الكشافات التي مرت من امام المسرح باسم سعادة رئيس بلدية بيت سحور السيد جهاد خير. معالي وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايا، ممثلة عن دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتية حفظه الله. عطوفة محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد المحترم. السادة أعضاء السلك الدبلوماسي، الآباء الأجلاء، سعادة رؤساء البلديات الشقيقة، السادة والسيدات رؤساء المؤسسات الأهلية والحكومية، الضيوف الكرام مع حفظ الألقاب. باسم سعادة رئيس بلدية بيت سحور السيد جهاد خير المحترم، أعضاء المجلس البلدي، باسم رجال الدين، كنائس بيت سحور، مؤسسات المدينة، نرحب بكم أجمل ترحيب. نتمنى لكم فرحا عظيما في هذه الليلة وكل ليلة. نرحب بكم في مهرجان الفرح العظيم والذي يقام للسنة 15 على التوالي، فأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء ظل السلسلة، واحصدي من حقل شعبي يا سنبلة، فأنا لم أحضن الخبز ومن قمح بلادي، منذ أن هبت رياح مثقلات بالجراد نهشت أرض بلادي. نقف إجلالا لأرواح شهدائنا الأبرار لمن ضحوا في سبيل الوطن، نقف احتراما للرمز العظيم النشيد الوطني الفلسطيني تعزفه مجموعة كشافة النادي الأرثوذكسي العربي، فليتفضلوا. شكرا لمجموعة كشافة النادي الأرثوذكسي بيت سحور، شكرا جزيلا. يا رعاة أخبرونا، بشرونا، بشروا في العالمين، قد أتانا اليوم فاد، هللوا يا مؤمنين. الميلاد هو عيد المحبة، هو عيد الفرح، هو عيد العطاء والمشاركة، هو عيد المصالحة والتسامح، هو عيد الصبر والتواضع، هو عيد السلام والفرح العظيم. رسالة الفرح العظيم من حقل الرعاء إلى أرجاء المعمورة، ينشرها قدس الأب صابا خير، قدس الأب عيسى حجازين، قدس الأب ممدوح أبو سعدة، والقسيس منذر إسحاق، تليها مباركة شجرة الميلاد، فليتفضلوا.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا صالحا ومحبا للبشر، يا من صنع السماء والأرض بكل ما فيهما وزينهما زينة تفوق الوصف لتمجيد اسمه الكريم، أنت أيها الملك الكلي الصلاح، أظهر فينا نورك وصلاحك وبركاتك، ونشكرك على نور الخليقة والشمس والقمر ونجوم الليل. أيها الرب إلهنا، نشكرك على ابنك يسوع المسيح، ابنك عمانوئيل، الله معنا، أمير السلام الذي يملأنا بروعة محبته ونوره الروحي، وقد عرفنا بنفسه أنه هو نور العالم الهادي إلى الحق والحياة. نسألك يا رب في هذا العيد أن تزيل الحواجز والجدران عنا لنرى نور المسيح. أيها الرب إلهنا، بارك هذه الشجرة التي ترمز إلى شجرة الحياة الأبدية، بارك أنوار الشجرة التي ترمز إلى نور السيد المسيح التي لا يغرب، بارك الرعاة الذين يرمزون إلى البشارة في ميلاد السيد المسيح لكافة الناس أجمع دون تمييز، بارك مغارة الميلاد في بيت لحم وهي المكان الذي سطع منه نور الميلاد لكي يبدد ظلمات هذا العالم. بارك يا رب جميع الحاضرين معنا هنا هذه الليلة مع حفظ الألقاب، وبارك يا رب هذه المدينة المقدسة بيت سحور مدينة الرعاة وجميع أبناء هذه البلدة الحاضرين والمغتربين منهم، وبارك مدينة بيت لحم الذي ولد فيها سيدنا يسوع المسيح، وبارك مدينة القدس مكان قيامة سيدنا يسوع المسيح، وبارك جميع أرضنا فلسطين وجميع أبناء شعبنا الحاضرين والغائبين والمهجرين. أيها الرب إلهنا، أغدق بركتك علينا وعلى هذه الشجرة وعلى جميع الحاضرين، وفي حين نضيء هذه الشجرة فليكن نورها والفرح الذي تخلقه علامة للفرح الذي يملأ قلوبنا، وليلقى كل من يستمع بهذه الشجرة فرح الميلاد، وليضئ نور المسيح دربكم وحياتكم جميعا. هذا ما نطلبه من خلال ملك السلام سيدنا يسوع المسيح ربنا وإلهنا، له المجد آمين. دعونا نقف ونصغي إلى كلمات الإنجيل المقدس كما ترد إلينا بحسب البشير متى والبشير لوقا. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. من أجل أن نكون مستحقين لاستماع الإنجيل المقدس، السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير
التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب لنصغي في تلك الأيام. صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب جميع المسكونة، وجرى هذا الاكتتاب الأول إذ كان كيرينيوس واليا على سوريا. فانطلق الجميع ليكتتب كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، إلى مدينة داود ومن عشيرته، ليكتتب مع مريم امرأة المخطوبة وهي حبلى. وبينما كان هناك تمت أيام ولادتها، فولدت ابن البكرة، فلفته وضعته في مذود لأنه لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يسهرون على رعيتهم في هجان الليل، وإذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الله قد أشرق حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فأنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه قد ولد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم: إنكم تجدون طفلا ملفوفا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماويين يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. جلوس. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. ايها الاخوه والاخوات، نجتمع اليوم معا كنائس ومؤسسات وابناء مدينه بيت سحور حول حدث واحد، الا وهو إضاءة شجرة الميلاد. وكلنا وعي إلى أن هذه الطقوس والعلامات الخارجية ليست إلا دلالات تعكس حقيقة أعمق، ألا وهي استعدادنا الداخلي لاستقبال الرب يسوع في بيوتنا وفي عائلاتنا وفي حياتنا الشخصية. عيد الميلاد المجيد ليس فقط إضاءة شجرة الميلاد، بل هو في الحقيقة اللقاء بالطفل يسوع الذي اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. قبل أكثر من 2000 سنة، وعلى وجه التحديد على عدة مئات الأمتار من هذا المكان، ظهرت الملائكة لرعاة قد بشروا بولادة طفل مخلص في مدينة بيت لحم. فترك الرعاة كل شيء
ومضوا مسرعين ممتلئين ومندفعين بالإيمان ليبحثوا عن هذا الطفل الذي سيمنحهم الخلاص. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي البشرى السارة التي يعرضها علينا عيد الميلاد. فالله الذي اسمه عمانوئيل ليس بعيدا منا، بل هو بيننا معنا وبالقرب منا، إلا أنه يدعونا إلى أن نبحث عنه وأن نجده. فهل نحن، أنا، أنت وأنت، نبحث عن الطفل لنجده؟ هل نسعى للقاء به؟ وهل نسعى لخلاصنا؟ الرب معكم، فليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. كل عام وأنتم بألف خير. ننتهز الفرصة لنرحب بأعضاء الوفود الأجنبية والمدن المتاخية التي تشاركنا في مهرجان الفرح العظيم.
من مالطا، من ليتوانيا، من ألمانيا ومن فرنسا، وجميع أصدقاء بيت سحور الذين يزورون هذه المدينة الحبيبة، فأهلا وسهلا بكم. We want to welcome all the international delegation and twinning cities that are participating with us tonight from Malta, Lithuania, Germany, France, and all the friends of Beit Sahur visiting us tonight. You are all in our hearts. مريم بورغ مغنية وكاتبة أغاني من مالطا، لديها مسيرة مهنية واسعة في صناعة الموسيقى. أسلوبها الموسيقي يعكس تجربتها في الحياة التي تتسم بالتنوع والشمول. مريم جاءتنا عبر المتوسط لتشاركنا هذه الفرحة. Ladies and gentlemen, please welcome with us on stage Miriam Christian Burge from Malta. Welcome to the Great Joy Festival at the Shepherd's Field. Grazie, grazie Avna, grazie. Thank you so much. انهضي يا بيت، انهضي يا بيت سحور، اليوم أتتك البشارة، اتبع النجمة إلى مهد المسيح، هناك في مذود فقير نبع النور. دم الشباب يجري مجددا في بيت ساحور، وروح الشباب ينتشر مجددا في شوارع المدينة.
كلنا نعلم وكلنا نرى الجهود والأعمال التي قدمتها وتقدمها بلدية بيت صاحور. الأفعال خير دليل. كلمة أهالي مدينة بيت صاحور، كلمة مؤسسات المدينة، نستمع إليها من سعادة رئيس بلدية بيت صاحور السيد جهاد خير، فليتفضل مشكورا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. معالي وزيرة السياحة والآثار الأخت رولا معايعة، ممثلة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتيل جزيل الاحترام، عطوفة المحافظ اللواء كامل حميد المحترم، الآباء الأجلاء ورجال الدين الأفاضل، عطوفة الدكتور أحمد غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي المحترم، الأخ فراس الشوملي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والأخ محمد المصري أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة بيت لحم، الأخت أميرة حنانية مدير عام اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، السادة مديرو المؤسسة الأمنية وأفراد الأجهزة الأمنية المحترمين، زملائي رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المحترمين، الأخوات والإخوة رؤساء وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والدينية والاجتماعية، ضيوفنا الأعزاء والوفود الزائرة من بلديات المدن الصديقة والمتوأمة من ألمانيا وفرنسا ومالطا وليتوانيا ورومانيا والجزائر، والسادة ممثلو السلك الدبلوماسي المحترمين، السيدات والسادة الحضور الكرام جميعاً، كل واحد باسمه مع حفظ الألقاب. إننا نجتمع في هذا اليوم المبارك محتفلين بمهرجان الفرح العظيم لنضيء شجرة الميلاد في مدينتنا الحبيبة بيت صاحور، هذه المدينة التي شهدت بشارة الميلاد للرعاة بميلاد ملك ورسول المحبة والسلام سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. فباسم أهالي مدينة بيت صاحور ومؤسساتها أرحب بكم جميعا وأشكركم على حضوركم معنا في هذه الليلة التي نفتتح فيها احتفالاتنا بعيد الميلاد المجيد، متمنين أن نستقبل عاما جديدا وسنة ميلادية جديدة ملؤها الفرح والسعادة والعدل والسلام. أجل، إن ميلاد المسيح هو رسالة محبة وفرح، كما أنه رسالة عدل وسلام. فمن حق هذه الأرض المقدسة، مهد الديانات السماوية ومهد الأنبياء، أن تحظى وشعبها وكل من يعيش على أرضها بالسلام الحقيقي العادل والشامل. ولكن أي عدل وأي سلام، وشعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش تحت ظلم وبطش الاحتلال، هذا الاحتلال الذي لا يزال يمارس كافة أشكال العنف والاضطهاد، من اعتقال وقتل للشباب والنساء والأطفال، وتشريد للعائلات، وهدم للمنازل والمصانع، بالإضافة إلى الاعتداءات الهمجية على المقدسات والمؤسسات. ولكننا نقول على أرض فلسطين ما يستحق الحياة، ما يستحق أن نعيش لأجله. ومع إضاءة شجرة الميلاد نقول للعالم بأسره إننا باقون على هذه الأرض كبقاء شجرة الزيتون، هنا ولدنا وهنا نعيش، وسنبقى صامدين حتى تقرع أجراس الحق وصحوة الضمير، ضمير جميع الدول والأمم، لتقف في وجه الظلم، لكي تبقى رسالة الميلاد مضيئة ومشعة، تقود سلام المسيح ليعم على القدس وبيت لحم وفلسطين وجميع أنحاء العالم. أيها السيدات والسادة، اسمحوا لي وباسمكم جميعا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لقيادتنا الفلسطينية
ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، وإلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية على دعمهم المستمر لأبناء شعبنا ولتعزيز صمودهم على هذه الأرض، كما وأوجه شكراً خاصاً لهم على الدعم الذي يقدمونه لإتمام فعاليات الأعياد الميلادية المجيدة في محافظة بيت لحم بوابة فلسطين السياحية على العالم. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لكل من ساهم في دعم ورعاية هذا الاحتفال، وأخص بالذكر رئاسة مجلس الوزراء، اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بنك فلسطين، وشركة كهرباء محافظة القدس. وأيضاً لا بد من كلمة شكر وتقدير لمحافظ محافظة بيت لحم عطوفة اللواء كامل حميد، ولجميع مديري وضباط الأجهزة الأمنية على الدور الكبير الذي يقدمونه للحفاظ على أمن المحافظة والوطن. وأيضاً أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل، وأخص بالذكر مركز شرطة بيت ساحور وقيادة وأفراد المجموعات الكشفية وفرقة الرعاة للترانيم الدينية ومجلس كنائس بيت ساحور، شركة فالنتاين ميوزك سنتر، ولعرافة الحفل لدعمهم ومشاركتهم ومساندتهم لنا في تنظيم وترتيب هذا الحفل الديني والوطني بامتياز. وأيضاً كل الشكر والتقدير للفنانة المالطية ميريام بيرغ لمشاركتنا هذا الحفل، ولممثل جمهورية مالطا الأخ والصديق روبن جاوتشي الذي قدم كل المحبة والتعاون ليكون لهم حضور ومشاركة في هذا الحفل الكريم. والشكر أيضاً موصول لكل الصحفيين والمراسلين في محطات الإذاعة والتلفزة الذين شاركونا هذا الحفل، مساهمين بنقل رسالة الميلاد من مدينة الرعاة بيت ساحور إلى كل أرجاء العالم. ولن ننسى في هذه المناسبة العظيمة أن نشكر الجنود المجهولين زملائنا الأعزاء في بلدية بيت ساحور من مديرين وموظفين وعمال الذين واصلوا عملهم الدؤوب ليل نهار لتأمين كل ما يلزم بهدف إنجاح هذا المهرجان العظيم. والشكر موصول لزملائي أعضاء مجلس بلدية بيت ساحور على ثقتهم ودعمهم المستمر لخدمة هذه المدينة العريقة رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها معا، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني ومؤسسات دولتنا الحبيبة. فقد استطاع مجلسنا البلدي وخلال العامين الماضيين من إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة في تطوير البنية التحتية، بالإضافة لخلق مشاريع خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أننا نستقبل عام 2020 بخطة تنموية شاملة تستهدف تأهيل البنية التحتية في مناطق مختلفة وحيوية في المدينة، وأهمها تأهيل المنطقة السياحية في محيط كنيسة حقل الرعاة باعتباره الواجهة الدينية السياحية للمدينة، كي تستوعب مزيداً من الحجاج والسياحة الداخلية والخارجية. هذا إلى جانب أنه سيتم افتتاح واحداً من أكبر المطاعم السياحية في المحافظة وبحلته الجديدة في أرض عش غراب ليستقبل زائري المدينة من مختلف أنحاء العالم. أيضاً افتتاح مجمع الميني سنتر التجاري وبالشراكة مع شركة دار العيون ليحوي مركزاً طبياً ومن الدرجة الأولى في تخصص طب العيون، بالإضافة إلى إنشاء مركز للعناية المستمرة للمسنين وبدعم من مغتربي المدينة في أمريكا ليخدم هذه الشريحة الهامة في مدينة بيت ساحور ومحافظات الوطن. وأخيراً أتمنى من الله العلي القدير أن يعيد عليكم جميعاً عيد الميلاد المجيد، وقد تحققت كل أمنيات شعبنا الفلسطيني بالوحدة والسلام والحرية والاستقلال،
راجين من الله عز وجل أن نضيء العام القادم شجرة الميلاد، ونحن محتفلون بتحرير قدسنا الحبيب العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، وكل عام وأنتم جميعا وكل أحبابكم بألف خير. حينما يكون العطاء فاعلاً والجهد مميزاً والثمرة ملموسة، عندما يكون للشكر معناً وللثناء فائدة وللتكريم قيمة، يكون الفرح العظيم ونكون في الميلاد. المشاركة الرسمية الفلسطينية في احتفالات الميلاد وإنارة الشجرة في فلسطين تعتبر نموذجاً في الرعاية والانتماء والاحترام. مشاركة دولة رئيس الوزراء والوزراء في حفلنا السنوي منذ 15 عاماً إنما يدل على التفاهم والاحترام والشراكة الحقيقية في بناء الدولة الفلسطينية. والآن
مع كلمة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور محمد شتية تلقيها معالي وزيرة السياحة والأثار السيدة رولا معايعة، فلتتفضل مشكورة. مساء الخير للجميع. عطوفة المحافظ الأخ كامل حميد، الأخ رئيس البلدية جهاد خير، الأباء الأجلاء، الإخوة والأخوات جميعا مع حفظ الألقاب للجميع. بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات الدكتور محمد شتية رئيس مجلس الوزراء واعتذاره عن الحضور اليوم إلى مدينة بيت صحور حيث كلفني بأن أنوب عنه. الإخوة والأخوات جميعا، يسعدني أن أكون معكم هنا في بيت صحور، هذه البلدة الفلسطينية التي شكلت عبر التاريخ نموذجا يحتذى في النضال والعطاء والمحبة، هذه البلدة التي في سمائها رنمت الملائكة ترنيمة السلام الخالدة مبشرة بميلاد السيد المسيح، ومعلنة في مثل هذا ومعلنة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. في مثل هذا الوقت من كل عام تتجه أنظار مئات الملايين من البشر إلى فلسطين للاحتفال بميلاد سيدنا يسوع المسيح رسول المحبة والسلام والعدالة. فمنذ أكثر من 2000 عام أرسل السيد المسيح رسالته من مذود متواضع في بيت لحم، وإننا فخورون بأن عيد الميلاد المجيد يعد جزءاً لا يتجزأ من تراث فلسطين، وأن الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالاعتزاز والإلهام لانحدارهم من أرض الرسائل السماوية والأنبياء والقديسين. الإخوة والأخوات، إن نور شجرة الميلاد هو رسالة إنسانية معناها كبير، حيث أن كل واحد منا وبحسب قدرته ومن موقعه يضيء درب الآخرين. وكما أننا اليوم وبإضاءة شجرة الميلاد في بيت صحور، فإننا نصلي أن يشع نورها لتضيء قلوب جميع أبناء البشرية، حيث نستقبل اليوم زمن الميلاد، ونأبل أن نستقبل في أقرب وقت زمن الاستقلال والحرية وبناء دولة القانون والسيادة والكرامة، دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الإخوة والأخوات، نحتفل هذا العام ونحن نعيش في ظل واقع صعب، ومع ذلك نصنع مساحة للتفاؤل والفرح، حيث رجاءنا أن تبقى نجمة بيت لحم مشعة تقود العالم إلى السلام، وأجراس كنائس فلسطين تكرع إلى الأبد، مذكرة العالم بمعجزة الميلاد. فالميلاد هو وعد بالخلاص، نقل البشرية من عصر الظلمات لعصر النور، وبالميلاد يتجه العالم بأنظاره نحو فلسطين للفرح والابتهاج بنور الإيمان، لكنه يجدها محاطة بالجدار ومحاصرة بالمستوطنات من كل ناحية، ويجد أهلها يسعون وراء تحقيق العدالة القائمة على أعمدة الحق والمساواة والاحترام المتبادل، حيث أن بناء جدار الضم والتوسع قد فصل بيت لحم عن القدس للمرة الأولى منذ نشأة المسيحية قبل أكثر من 2000 عام. وفي عيد الميلاد لابد من التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الكنائس المحلية في فلسطين التي ملأت هذه الأرض، ليس بكلمات الأمل والقديسين فحسب، بل أيضا بالمؤسسات التي تخدم جميع أبنائنا الفلسطينيين. وندعو جميع المسيحيين في العالم للإنصات إلى الأصوات الحقيقية للمسيحيين الأصليين في هذه الأرض المقدسة، تلك الأصوات المحصنة بالوحدة المسيحية الإسلامية
التي رفضت بشدة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل من خلال رؤساء الكنائس. الإخوة والأخوات، إننا سنقوم بمواصلة العمل من أجل نيل حريتنا وعودة شعبنا إلى أرضه، وسنواصل العمل من أجل إحقاق حقوقنا وإنهاء الاحتلال. ودعونا ننفذ رسالة الأمل التي ظهرت من مغارة متواضعة في بيت لحم من أجل مستقبل أفضل تنتصر فيه الحرية على القمع، وتسود فيه الحقيقة على الطغيان وجبروت القوة، ويطغى فيه السلام والعدل على الاحتلال والفصل العنصري والاستحواذ، وتوجه فيه القوات للبناء لا للدمار. الإخوة والأخوات، يأتي عيد الميلاد ونحن في ذروة الموسم السياحي الذي يسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ فلسطين من حيث أعداد الزوار وليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية. فالسياحة إلى فلسطين هي ساحة أخرى من ساحات الصراع مع الاحتلال، نؤكد من خلالها على الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني والتراث المادي، ونثبت فلسطين على خارطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستقل، وننقل من خلال السياح والزوار رسالة فلسطين إلى العالم. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل من بلدية بيت صحور ومجلس الكنائس والكشافة ورجال الأمن، متمنية للجميع أعياد ميلاد مجيدة، وأن نحتفل العام القادم وقد عم السلام على أرض السلام، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا معالي وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايا، شكرا جزيلا. من الفعاليات النوعية التي ستقام في مدينة بيت صاحور هذا العام تحت رعاية بلدية بيت صاحور، فعالية حكاية الرعاة. وهذه الفعالية تأتي في النسخة الثانية، حيث ستنطلق الفعالية مع مسيرة الشموع السنوية في 25 من الشهر الحالي، ليصل المشاركون إلى سوق الشعب ويعيشوا سويا حكاية بيت صاحور، حكاية مدينة الرعاة. تسبقها في 24 من ذات الشهر فعالية خاصة بالأطفال الأعزاء. ومن هنا يتشرف رئيس البلدية المحترم وأعضاء المجلس البلدي والمؤسسات الشريكة المنظمة بدعوتكم للمشاركة في هذه الفعالية التي أيضا ستتضمن مفاجآت عديدة. في بيت صاحور نفخر، نحن من نسل الرعاة، نحمل البشرى لتكبر ونغني للحياة. نحن أبناء الرعاة، لنا المجد صدح، ننشر عطر الحياة وتراريم الفرح. في كل عام نطل عليكم بفقرة جديدة، أما هذا العام فقد جعلناها فقرة مميزة وجديدة مع أوبريت مهرجان الفرح العظيم، وهو من كلمات الشاعر ألبرت هاني، ألحان وتوزيع جورج سلسع، ترنيم أمجد خير وجين الشوملي وتيا قمصية، كورال جوقة الرعاة، أداء مسرحي طلاب مدرسة اللاتين في بيت صاحور، وفيديو من إنتاج مجموعة باور، وإخراج مسرحي زعيد زرزر. فليتفضلوا. Come and behold him.
شعبنا فجر السلام، أرضنا بالحب تسهر فيغادرنا الظلام، فيغادرنا الظلام. يا راح كم سهرنا نرقب باب السماء، يشهو مجد سيقفنا نحو ميلاد الرجاء، نحو ميلاد الرجاء. بيت ساحور منحينا روعة بشرى الميلاد، خلصينا باركينا حبك في القلب زاد. تتفضل السيدة رولا معايعة ممثلة دولة رئيس الوزراء وسعادة رئيس بلدية بيت صحور السيد جهاد خير والسيد كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم بإنارة شجرة الفرح العظيم 2019. من مدينة الرعاة، وتستمر بعد ذلك الترانيم والموسيقى. Eight. Ir izai gut in der Ruhe. Seven. Gloria in excelsis Deo. Six. Gloire à Dieu bleu. Five. Al majdu lillahi fil a'ali wa ala al ard as-salam
وعفي الناس المسرة. ليلة عيد ليلة عيد الليل ليلة عيد صوت ولادك يا بشتاد بكرة تحبش فيه ليلة عيد ليلة عيد الليل ليلة عيد سين ولاد صوت جراس عم تركي وعيد ليلة عيد ليلة عيد الليل ليلة عيد صوت ولادك يا بشتاد بكرة تحبش فيه يا أول أصحاب We'll be right back.
Oh, 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 oh
كل عام وأنتم بفرح وسلام. تتقدم أسرة الفرح العظيم بالشكر الجزيل لمن شاركنا في هذه الفرحة من أبناء بيت صحور، جميع الضيوف الأعزاء، أهالي محافظة بيت لحم، ضيوف فلسطين من جميع المناطق. الشكر أيضا لجميع الإعلاميين الصحفيين الذين شاركونا بهذه التغطية، ونخص بالذكر فضائية فلسطين، فضائية معا، والأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000، راديو موال، راديو أورينت، وراديو بلدنا. والشكر أيضا خاص للفنانة مريم برج، وأيضا شكر خاص لهايدي فاشن على الأزياء. المجموعات الكشفية في بيت صحور: مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي، مجموعة كشافة الرعاة، مجموعة كشافة دير اللاتين، فرقة الرعاة للترانيم الدينية. وأيضا شكر خاص لشرطة بيت صحور، وشكر أيضا خاص لفالنتاين لأنظمة الصوت والإنارة بإدارة عماد أبو سعدة. ولا ننسى طبعا طواقم بلدية بيت صحور الذين عملوا ليلا نهارا لتزيين الشوارع ونصب هذه الشجرة الجميلة. كل عام وأنتم بألف خير، ونلتقي بكم بخير في مهرجان الفرح العظيم يوم خلاصنا من الاحتلال في العام القادم. كل عام والجميع بألف خير. ميلاد مجيد.
يا يوصل يسوع يوصل يسوع